إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الأدوية وضغط الدم. في أدوية مشهورة وبنحتاجها كتير ممكن تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، علشان كده مهم جدا إن أي حد عنده الضغط عالي وبياخد علاج للضغط، لو حصل له أي عارض تطلب منه إنه ياخد دواء معين، لازم يسأل الطبيب اللي وصفه له إذا كان الدواء ده بيعلي الضغط ولا لأ. من أشهر الأدوية اللي بتعلي الضغط مسكنات الألم اللي ممكن تتسبب في احتباس المية والأملاح في الجسم، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في الكلى وارتفاع ضغط الدم، زي إيه؟ زي الإيبوبروفين، البيروكسيكام، الإندوميساسين، الأسيتيل ساليسيليك أسيد. دي الأسماء العلمية للمسكنات اللي ممكن تعلي ضغط الدم. علشان كده لو أنت مريض ضغط واضطررت تاخد مسكنات لفترة طويلة، لازم ترجع للطبيب المتابع ليك، يمكن يحتاج يديك دواء إضافي للتحكم في ضغط الدم مع الأدوية دي. أدوية البرد، الأدوية المحتوية على أدوية مزيلة لاحتقان الأنف، الأدوية دي كمان بترفع الضغط علشان بتضيق الأوعية الدموية، يعني بتخلي مسار الدم في الأوعية الدموية دي ضيق وصعب، فبالتالي بتعلي الضغط. فلو اضطريت تاخد دواء للبرد، اطلب من طبيبك يكتب لك دواء من أدوية البرد اللي ما فيهاش مادة من المواد المزيلة للاحتقان لأنها بتعلي الضغط. بالنسبة للسيدات، حبوب منع الحمل اللي بتحتوي على هرمون الاستروجين ممكن برضو تتسبب في ارتفاع الضغط، علشان كده بننصح السيدات اللي سنهم أكتر من 35 سنة أو اللي عندهم وزن زيادة أو اللي بتعاني أصلاً من ضغط عالي إنها تتجنب أقراص منع الحمل وتستخدم وسيلة تانية لمنع الحمل تكون أكتر أماناً، أو تستخدم الحبوب اللي بتحتوي على أقل جرعة من هرمون الاستروجين. المنبهات ومشروبات الطاقة والمكملات الغذائية والأعشاب ممكن تحتوي في تركيبها على مادة أو عشب بيؤثر على الضغط، زي الجينسينج وعرق السوس. اللي مضطر ياخد دواء من الأدوية اللي بتعلي الضغط لازم يتابع الضغط باستمرار، ويلتزم بتعليمات تعديل سلوكيات الحياة اللي ممكن هي كمان تكون سبب في ارتفاع الضغط، علشان نتجنب الخطورة المضاعفة وزيادة الضغط. ولازم نتابع الطبيب دايما، لأن ممكن نحتاج نغير دواء الضغط بدواء تاني أقوى منه، علشان نضمن عدم التعرض لأي خطورة زيادة من زيادة ضغط الدم. دمتم بصحة وعافية. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.